بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اهلا بكم وحلقه جديده من نجم الجماهير مع ابو المعطي زكي. النهارده حلقه دسمه جدا ومعانا ثلاثه من النجوم الكبار: كابتن عصام مرعي كابتن نادي الزمالك ونجم منتخب مصر، كابتن معتصم سالم نجم نادي الاسماعيلي ونجم منتخب مصر، والمعلق الكبير جدا 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 اللي كل الناس عايزه تساله في امور كتيره، الكابتن ايمن الكاشف. هنتكلم النهارده عن الجوله الاولى من الدوري وعن مباراه الزمالك النهارده وعن البطوله العربيه وعن منتخب مصر وخفير اجير وتركي آل الشيخ والشيخ طه اسماعيل والنيابه والزمالك. هنتكلم في كل الموضوعات المهمه النهارده في الانترو ومع الضيوف ان شاء الله. نبدا النهارده بمباراه النادي الزمالك. الزمالك النهارده عمل مباراه ولا اروع امام الاتحاد السكندري. سجل الكابتن محمود كهربا هدف في الدقيقه مش في الدقيقه في 23 ثانيه. يعني لازم اكيد لو احنا بقى عندنا في اتحاد الكوره حد بيوثق الاسرع والافضل والحكايه والروايه كنا نقدر نقول النهارده ده ترتيبه الكام في وسط الاسرع، لانه داخل اعتقد في السنه 23. يعني اذا كانت الساعه بتاعت المونيتور مظبوطه اللي كان بيذيع المباراه. فالنهارده كهربا بيسجل الجون الاول وبيضيف الجون الثاني. طبعا هنا غلطه الهاني سليمان مليار الميه، فيش حد اصلا بيشتت بالشكل ده، يعني كرة يقدر يمسكها ويقدر يضربها بالبوكس، لكن الهاني سليمان حطها لكهربا. كهربا النهارده كان فايق جدا جدا جدا، تعرض لاصابه شد في الخلفيه طبعا في بدايه الموسم، وجاي هو كان مخلص الدوري في السعوديه بدري جدا في نص ابريل وراح منتخب، فبالنسبه له الاحمال عماله تطلع وتنزل واصيب النهارده. يوسف اوباما النهارده، كهربا النهارده نجم اللقاء ورجل المباراه، عامل عرضيه ولا اروع ليوسف اوباما. طبعا ضربه جزاء بيسجلها محمود علاء، في رايي ان ضربه الجزاء غير صحيحه بالمره، وكان يستحق محمود كهربا. اهو بيرمي نفسه تمثيل 100%، كان يستحق انذار بطاقه صفراء، لكن الكابتن ابراهيم نور الدين اداله ضربه جزاء. حد هيقول لي ابراهيم نور الدين ده ضربه جزاء ليه؟ اقول لكم افتكروا نهائي الكاس والضغط النفسي والعصبي الرهيب اللي تعرض ليه الحكام المصريين وكان في مقدمتهم الكابتن ابراهيم ابراهيم نور الدين. ده الهدف الرابع النهارده، كاسونجو بيسجل الهدف الرابع في الدقيقه 65. الفرقه كلها فايقه، الفرقه كلها بتلعب بشكل كويس جدا. عنتر بيضيف الهدف الخامس نادي الزمالك في الدقيقه 81. طبعا خالد قمر سجل جول الاتحاد في الدقيقه 56. فرقه الاتحاد فرقه قويه جدا، لكن في انهيار من اللحظه الاولى. سببه عدم تركيز الهاني سليمان، كان عامل مباراه سيئه جدا، اللي بيروح بيخش عكس جنش اللي شال نادي الزمالك النهارده، واكتر من وكورتين اتنين في العارضه النهارده وعامل مباراه ولا اروع. النهارده دي البدايه الحقيقيه لنادي الزمالك في رايي، وانا قلت لكم الاسبوع اللي فات ان فرقه الزمالك فرقه ممتازه جدا جدا جدا، كوكتيل كبير جدا من النجوم. المشكله اللي ممكن تقابلها هي كيفيه التعامل مع هؤلاء النجوم وتوظيفهم والاستفاده من قدراتهم وامكانياتهم، لكن عدا هذا فريق تقيل جدا ينافس على الدوري بقوه مع الاهلي وبيراميدز والاسماعيلي والمصري. فريق جامد جدا 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 على مستوى العناصر وعلى مستوى مدير فني متميز كريستيان جروس اللي اهداه تركي آل الشيخ لنادي الزمالك، والنهارده تحس بقى بالتاثير بعض اللاعبين النجوم. لما بتيجي تعمل فرقه كبيره وفرقه تقيله بتختار النجوم اللي يشيلوا لك فرقه واللي يخلصوا لك مباراه. النهارده كهربا من اول لمسه، عرضيه ليوسف اوباما بعدها، لعيب تقيل في الملعب. لكن فكره انك تشتري لاعبين صغار السن وتقول هيشيلوني، لا، انت بتعدهم للمواسم القادمه. فالنهارده نادي الزمالك عمل مباراه طيبه جدا، فوز مستحق لنادي الزمالك. طبعا رفع مرتضى منصور الغرامه اللي كان عملها قبل كده في المباراه الماضيه امام بتروجيت بسبب التعادل، قال لك اللعيبه لعبت باستهتار وكانت الغرامه 100,000 جنيه رفعها مرتضى عن الفرقه. فيما وقع نادي الاتحاد السكندري غرامه 50,000 جنيه على لاعبيه اللي هم يعني في رايه ان هم ما لعبوش المباراه كويسه ولعبوا باستهتار. تشكيله الزمالك النهارده كانت محمود جنش، وانا بقول ان محمود جنش استمرار مشاركته في المباريات يؤهله بقوه للانضمام لمنتخب مصر، واحد من اكثر حراس المرمى موهبه في مصر. لسه الدوري السعودي ما بداش عشان نشوف محمد عواد، لكن المهدي سليمان امبارح كويس، محمد الشناوي حارس مصر الاول في كاس العالم وحارس مرمى النادي الاهلي في منتهى التالق والابداع والروعه. عندنا الدوري بيفرز لعيبه كويسه.
النهارده لعب في الدفاع حازم امام، ولعب قلبي دفاع محمود علاء والونش واحمد فتوح في الشمال، كان قلب الوسط النهارده قلب الاسد طارق حامد وبجواره محمود عبد العزيز. المباراه اللي فاتت بقى بتروجيت لعب 4-1-4-1، فبالتالي كانت الحته دي الهاف ديفندر كانت فاتحه على بتشكل خطوره على نادي الزمالك، فالنهارده امن نفسه بطارق حامد ومحمود عبد العزيز، وانا شايف ان محمود عبد العزيز مع طارق حامد هيعملوا ثنائي قوي جدا، صعب ان فيهم حد يقعد في اي مباراه. لعب اوباما وابراهيم حسن وكهربا، وفي الهجوم كان كاسونجو. طبعا حصل بعض التغييرات، نزل عنتر مكان كهربا، ما عليهوش ضغط، فرقه كسبانه سجل وخرج ابراهيم حسن ونزل محمد ابراهيم. اللعيبه فايقه، اللعيبه في نادي الزمالك فايقه وعملت مباراه قويه جدا جدا جدا. الاتحاد السكندري لعب بالهام سليمان، كريم الدين، محمود رزق، ويلسون، رمزي، خالد، نور السيد، ديدي كوريا، خالد الغندور. في الهجوم محمد ناجي، جدو، بناهين، وخالد قمر. وانا شايف ان الهدف الثالث، الهدف الاولاني بالدرجه الاولى هامد الفرق، غلطه الهام سليمان في الدقيقه 26 او الثانيه 26 همدت الفرقه بشكل قوي جدا في بدايه المباراه. ثم الهدف الثاني اللي عمله يوسف اوباما من عرضيه كهربا الجميله، ثم ضربه الجزاء اللي انهت المباراه في الشوط الاول. فرقه ما قدرتش ترجع في الشوط الثاني، كابتن محمد عمر وفرقته حاولوا يضغطوا على نادي الزمالك، القائم والعارضه شالوا جولين، جمش كان متالق، كانش في تركيز احيانا في انهاء بعض الهجمات، لكن نادي الاتحاد محتاج حارس مرمى. نادي الاتحاد لهاني سليمان النهارده لازم يبقى معاه حارس جامد جدا يكهربه ويخليه يركز اكتر من هذا، يعني من الشكل اللي ظهر عليه في مباراه اليوم. طبعا قلنا ان كهربا عنده شد في الخلفيه، وجروس منح لاعبيه اجازه بكره قبل الاستعداد لمباراه البطوله العربيه. الزمالك هيلاعب القادسيه يوم السبت اللي جاي، وهقول لكم جدول البطوله العربيه بالمره، لان خلاص بطوله عربيه معموله بنظام الذهاب والعوده. الحد اللي هو 5 اغسطس بكره محرق البحريني والاهلي السعودي، الاربع القوه الجويه العراقيه واتحاد الجزائر، الخميس 9 اغسطس الرفاع البحريني ومدينه الجزائر، وتبدا مباريات الفرق المصريه يوم الخميس اللي جاي. الاتحاد السكندري هيلاعب الترجي التونسي، والنفط العراقي هيلاعب الصفاقسي، والسلام صغيرته لبنان هيلاعب الرجاء المغربي، والجمعه هيلعب الوداد البيضاوي واهلي طرابلس، والزمالك يلعب السبت مع القادسيه الكويتي. طبعا عندنا فرق ثانيه في البطوله العربيه بخلاف الاتحاد وبخلاف الزمالك، طبعا عندنا النادي الاهلي المصري العظيم بيلعب، هيلعب يوم الاثنين 13 اغسطس مع النجمه اللبناني في استاد برج العرب الساعه 7:30، والاثنين برضه 13 اغسطس النصر السعودي والجزيره الاماراتي، والحد هيلعب درويش الكره المصريه او برازيل الكره المصريه النادي الاسماعيلي امام الكويت الكويتي في استاد الاسماعيليه الساعه 7، والهلال السعودي هيلعب الشباب برضه في نفس اليوم، ويوم 11 الاتحاد السعودي والوصل الامارات. بطوله عربيه هتبقى قويه جدا، جوائزها ضخمه جدا جدا جدا. فالزمالك ما عندوش حاجه في الدوري لحد يوم لحد ما يلعب القادسيه ان شاء الله. طيب ايه مبارياتنا اللي جايه في الدوري المصري؟ اعتقد يوم الاثنين خلاص، بكره الاحد ما فيش مباريات، النهارده الزمالك لعب وهيريح لحد يوم السبت اللي جاي، عشان كده مستر كريستيان جروس ادى اجازه راحه يوم للفرقه، يعني لان المباراتين كانوا قريبين، مباراه بتروجيت ومباراه الاتحاد السكندري. الاثنين هيلعب الحدود والداخليه، والاسماعيلي وبتروجيت هيلعبوا في استاد الاسماعيليه، ووادي دجله والجونه. ونيجي بقى لمباراه القمه الثانيه، كل المباريات دلوقتي في الدوري المصري كل الفرق بقت ثقيله. ما بقاش فيه اهلي وزمالك بس اللي بيتنافسوا، النهارده النادي المصري عامل فرقه كويسه مع العميد حسام حسن. يوم الثلاث هيلاعب الاهلي في برج العرب الساعه 8، اظن كان معانا حد هيكلمنا عن هذه المباراه واستعداد النادي المصري ليها. المصري تاهل بنسبه 95% الى ربع نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه، عامل فرقه كويسه كابتن حسام حسن. بيقدم للكرة المصرية واحد من مواهب الكرة المصرية اللي هيبقى من أعظم لاعبي كرة القدم المصرية في الفترة القادمة، وهيبقى لاعب منتخب أساسي بإذن الله، وهو إسلام عيسى. صانع ألعاب ممتاز، بيكمل ورا الفراودة، بيسجل، بيمتاز بالتسديد بعيد المدى، زيه زي قفشة محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز، وامبارح عامل جول ولا أروع من ضربة ثابتة، زيه زي ناصر ماهر.
ناصر ماهر صانع العاب النادي الاهلي جاي، الثلاثه دول هم اللي هم يبقوا بدلاء عبد الله السعيد، ومكسب كبير جدا 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 للكره المصريه. في ناس كتيره جدا تقول لك يعني ما تحكمش على ناصر ماهر من دلوقتي، ما بنحكمش على ناصر ماهر من النهارده، بنحكم على ناصر ماهر من تاثيره مع سموحه من الموسم الماضي. لعيب موهوب، لعيب مهاري، لعيب عنده رؤيه في الملعب، تمريراته سحريه زيه زي قفشه، زي اسلام عيسى. انا شايف ان اسلام عيسى، مجدي قفشه، ناصر ماهر، الثلاثه في منتهى القوه، ومباراه الدوري هتعليهم هم الثلاثه، وبالتالي ما بقاش عندك مشكله في مركز صانع الالعاب. كان قبل كده عندك مشكله مين يلعب بدل عبد الله السعيد، فكله كان يقول لك صالح جمعه، نقعد بقى على حائط المبكى نبكي ونعيط نقول صالح جمعه مش ملتزم، حد يقنع صالح جمعه انه ملتزم، عايزين انضباط صالح جمعه، عايزين تركيز صالح جمعه. فبالتالي الثلاثه دول ثلاثه من افضل اللاعبين في مركز صانع الالعاب، ويحسب للكابتن حسام حسن موضوع ان هو جاب اسلام عيسى من نادي النصر في يناير اللي فات للمصري واشركه على طول قدام الثقه. مين معانا؟ معانا ومعاكم زميلنا العزيز والناقد الرياضي الكبير وعضو مجلس اداره النادي المصري الاستاذ طارق هاشم، يكلمنا عن مباراه المصري والاتحاد اللي جاي، المصري والاهلي اللي جاي ان شاء الله يوم الثلاث. يا استاذ طارق اهلا بحضرتك. اهلا بك يا ابو المعاطي، واهلا بكل الساده المشاهدين، وطبعا انت حاجه جميله وعامل حاجه جميله جدا، ربنا يوفقك في المرحله الجايه يا ابو المعاطي والله. ويوفقك ويوفق النادي المصري لاسعاد جماهير بورسعيد وجماهيره العظيمه في كل مكان. طمنا على فرقه النادي المصري يا استاذ طارق. يا رب يا استاذ المعاطي، اولا طبعا انا بشاطر احزان الكابتن ابراهيم المصري لوفاه والده مجلس اداره النادي المصري. ده امتى يا استاذ طارق؟ ده امتى؟ النهارده كده يعني. لا واحنا بنقدم تعازينا معاك للكابتن ابراهيم المصري، نجم كبير وحد محترم، ربنا يخليك، ربنا يتغمده في عزيمه ورحمته ان شاء الله. بالنسبه للمباراه ان شاء الله بامر ربنا سبحانه وتعالى كده، النادي المصري بيبدا يستحوذ الاهلي طبعا بتدريب خفيف كده في برج العرب، وبعد مباراه طبعا الجونه، وطبعا الكابتن حسام والكابتن ابراهيم انت عارف ان هم كيما وكيما في التدريب طبعا بيقدروا يقرم الفرقه اللي بتلعبهم، وكل مباراه بيلعب بتشكيل حسب الفريق اللي قدامه. يعني مباراه نادي البركان بدا بتشكيل، مباراه الجونه بدا بتشكيل، مباراه النادي الاهلي ان شاء الله هيكون في مفاجاه برضو يعني باذن الله سبحانه وتعالى كده. ايه بقى المفاجاه يا طارق؟ والله يعني هيبقى في تشكيل غير التشكيل اللي لعب بيه الكابتن حسام. يعني مين اللعيبه اللي انت شايف انها ممكن تبقى مفاجاه؟ يبقى انا كده حرقنا المفاجاه بالماتش، ما ينفعش تضرب المعادله. مبروم على مبروم ما يرش. انت عارف طبعا الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حاجه كلمه كبيره طبعا. جماهير النادي المصري جماهير عريقه جدا دلوقتي، اصبحت النهارده طبعا مش جماهير بورسعيد بس، لا ده النهارده مباراه النادي المصري حتى يعني في القاهره دلوقتي بنتفرج عليها في المقاهي وفي الكلام ده كله وفي الانديه، ويعني الحمد لله رجعت الامور لمجاريها تاني الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ومجلس الاداره طبعا برئاسه الاستاذ سمير حلبيه. احنا ما عندناش اي مشكله خالص مع اي نادي ولا مع الامن ولا الكلام ده، بس كان نفس مجلس الاداره ان جماهير بورسعيد تتفرج على فرقتها في استاد النادي المصري بعد انتهاء العقوبه طبعا يا استاذ المعادي انت عارف النهارده العقوبه انتهت بقى لها اكتر من 6 سنين، وليه نحرم؟ لا العقوبه ما انتهتش من 6 سنين، العقوبه كانت 5 سنين انتهت من سنه. 5 سنين وادونا سنه كمان يعني بعد 5 سنين. هم ادونا سنه بقى 6 سنين، يعني النادي المصري النهارده ما بيلعبش العابه بقى له 6 سنين. طب وده كلام برضه يا استاذ. طب يا استاذ كان في كده لقطه في مباراة السوبر والمؤتمر اللي كان معمول، عاملاه برزنتيشن الشركة اللي عملت نهضة في الكرة المصرية، لقطة سمير بيه حلبية والأسطورة كابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي، وكان في كلام كده على لاعبين، إيه اللي حصل؟ كان بيديله عندك الكواليس يعني. ده كان بيديله صورة قيمة جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي ومع مجلس إدارة النادي المصري، صورة جماعية كانت من زمان جدا يعني من ايام موسى فندي وكده، فكانت الصوره دي صوره يعني لبعض اللاعيبه القدامى من النادي المصري ومن النادي الاهلي، والصوره دي قيمه جدا. فطبعا الاستاذ سمير حلبيه كان بيديها للكابتن الكبير محمود الخطيب على اساس من الذكرى، عشان قال لي كمان الاجيال اللي ما تعرفش ان العلاقه كانت قويه جدا طبعا بين النادي الاهلي وبين النادي المصري، وطول عمر النادي المصري كان بياخد لعيبه النادي الاهلي، وطول عمر الاهلي كان بياخد لعيبه النادي المصري، ومفيش عندنا اي مشكله خالص ولا عندنا اي ازمه، ويعني الحمد لله رب العالمين
الامور ماشيه كويس جدا يا فوق المعاطي. واحنا طبعا انت عارف ان النادي المصري نادي كيان كبير ويمتلك قاعده عريضه جدا من الجماهير. عايز اقول لحضرتك كمان ان احنا النادي المصري اول نادي ينظم دخول الجامعات والمعاهد والطلبه في مباراه نادي البركان. ما شاء الله. كان الاستاذ سمير حلبيه وكان فعلا كان دي اول نادي في مصر ينظم هذه المجموعه من الطلبه الكليات والجامعات والمعاهد والكلام ده كله، وكان مخصص لهم مدرج الابلي الغربي. فالحمد لله ده كان من المباراه بتاعت نهضه البرجان، واعتقد ان شاء الله في المراحل الجايه باذن الله ان الانديه برضه هتبدا في الامور دي، لان احنا عندنا خلفيه ان يوم الاثنين في اجتماع رؤساء الانديه مع في اتحاد الكوره لعوده الجماهير مره اخرى. وطبعا ان الكوره هتبقى المعاطي من غير جماهير ما لهاش اي طعم. طبعا 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 هي كرة للجماهير اصلا يعني. طبعا بنتمنى ان احنا طبعا من خلال برضو حضرتك ومن خلال برنامج حضرتك ان احنا نرجع نلعب على ملعبنا مرة اخرى، ان احنا متمسكين ومجلس الادارة مازال متمسك باللعب على ملعبنا، لان طبعا عشان خاطر ما نحرمش جماهير النادي المصري وجماهير بورسعيد من مشاهدة فرقتها في المرحلة الجاية ان شاء الله. طب استاذ طارق، العلاقة النهاردة بين التوأم ومجلس الادارة، الزوبعة اللي كانت حصلت دي انتهت تماما؟ انا قبل كده صرحت مع حضرتك لما انت كنت موجود وقلت لحضرتك، كان الاستاذ عبد الناصر اللي كان موجود مع حضرتك ده ايه اللي بالشفا عند الدكتور دلوقتي عيان، الف سلام عليه. سلام عليه. وقلت لحضرتك ان دي زوبعة في فنجان مفيش فيها مشكله، لان كميه كابتن حسام والكابتن ابراهيم مع البورسعيديه كميه جميله جدا مفيش اي ازمه خالص، وكلها كانت اختلافات صحيه، اختلافات في وجهات النظر، في لعيب اتباع، في لعيب ما جاش، في لعيب، وبعدين الكل بيعمل للصالح العام، مفيش عندنا اي ازمه خالص مع التوأم ولا مع الجماهير ولا حتى مع مجلس الاداره، كلها اختلافات صحيه. النهارده بس المفترض يعني النقد يبقى نقد باحترام وبشياكه وبادب وبالاحترام، اخد بال حضرتك، هو ده هنا بس مربط الفرس، انما احنا مفيش عندنا اسم خالص مع الجهاز الفني ولا مجلس الاداره. الحمد لله مجلس الاداره بالكامل كان في مباراه الكونه بيقابل الفرقه ومساند للجهاز ومفيش عندنا مشكله، والجهاز قيمه وقامه بالنسبه للنادي المصري وبالنسبه لبورسعيد. يكفي الحاله اللي النهارده عاملها كابتن حسام حسن، مركز الثالث والرابع، ثلاث مواسم ورا بعض، الكونفدراليه، دوري المجموعات، ان شاء الله بامر الله يستمر هذا الانجاز في قياده التوأم وتحت رئاسه مجلس الاداره الموجود الحالي، اللي ان شاء الله بامر ربنا سبحانه وتعالى عايزين نعمل حاجه لجماهيرنا واعضاء الجمعيه على اساس ان المرحله الجايه يعني نبدا بقى نعمل الفندق ونبدا نعمل الملاعب الاجتماعيه اللي احنا يعني كنا موجودين فيها، والتطوير المركز الاعلامي، ونعمل الراديو ونعمل القناه اللي هي الاستوديو هيبقى للنادي المصري. يعني حاجات اللي احنا لسه بقالنا بالظبط استاذ المعاطي 8 شهور يعني دخلنا على حاجات كتيره جدا. النهارده كهرباء بس مديونيه 1,000,000 جنيه، سياده المحافظ اللي واقع يعني بصراحه عادل غضبان من الانسان المحترم واقف لدى النادي المصري بيبدا يحل مشاكل النادي المصري. ايوه بس النهارده انت بعت 2 لعيبه عملوا لك انتعاش مالي، محمد حمدي واحمد ايمن منصور. والله اقول لحضرتك على حاجه، انتعاش وفي نفس الوقت مش انتعاش، لان انت برضو اشتريت لعيبه زي حجاج عويس، محمد جابر، محمد جابر ده لعيب كويس قوي، تورك، ما انت برضو صرفت وجبت برضو كويس كويس، وصرفت الدفعه الاولى المقدمه 25% للعيب المصريين وللعيبه الافارقه. ما هو ده اللي مطلوب يا استاذ طارق، ما هو ده اللي مطلوب، انك انت تبيع عنصر او عنصرين ويحققوا لك دخل مالي كبير وتدعم الفرقه وتكتشف وجوه. احنا لسه بنتكلم على اسلام عيسى، ان للنادي المصري وللكابتن حسام حسن الفضل في تقديمه للكره المصريه كواحد من افضل صناع اللعب في مصر حاليا. طبعا دي حقيقه، وفي نفس الوقت برضه هو اللي اكتشف برضه محمد حمدي ولا بتبقى صحيح، واللي كان سايب محمد حمدي ببلاش ومجموعه كبيره من اللعيبه، واحنا يعني احنا يعني اللعيبه كلها اللي بتيجي النادي المصري بتبقى طبعا لعيبه على قدر ومستوى القوه والاستحمال والتكتيك كل ده، اخد بال حضرتك برضه بيجي مش من فراغ، من التدريب، جهاز فني يعني مستوى عالي جدا، بيمتلك مقومات عاليه جدا، النهارده بيمتلك خبرات خلاص، كابتن حسام بقى خبره، بقى مدرب خبره ومحنك، وبيقدر يقرا الفرقه اللي قدامه، وبيقدر يعمل تغيير، بيقدر يعمل تشكيل. نفس الوضع برضه كابتن ابراهيم حسن مدير الكوره عامل حاله جميله جدا بامانه بصراحه. يعني بالمناسبه يا طارق بالمناسبه على ذكر التوأم، معلومات ان كابتن ابراهيم حسن هيقدم برنامج
او هيتكلم في برنامج في بيراميدز، هل ده بيمثل مشكله لمجلس الاداره؟ بيتكلم ليه؟ طبعا مفيش اي مشكله، ما دام انا سامع ان هو لغايه دلوقتي مفيش حاجه من ديت، بس يعني ولا حاجه اتعرض من الكلام ده خالص. بص يعني هو مش متكلم في مصر، طالما في تدريب للفرقه بعيد خالص، وفي بعيد خالص يعني تقديم البرنامج بعيد خالص عن البرنامج التدريبي والمباراه اللي بيعملها الكابتن ايهاب، مفيش مشكله. طب ما احنا عندنا الاستاذ خالد لطيف عضو اتحاد الكوره بيقدم برنامج، الاستاذ الزاهر بيقدم برنامج، في بعض المدربين علي ماهر كل ده بيقدموا برامج، مفيش مشكله. أيوه. الموضوع مش كده يعني، النهارده دي حاجه مثلا هم حابينها، بس انا اعتقد ان الكابتن حسام يعني اعتقد مش حسام، لا انا قلت كابتن ابراهيم مش بيحب الحته الاعلاميه او خط الحساب. ده اللي انا حتى في لقاءات احنا بنتعب على بنقنعه يعمل معانا مداخله. ما انا بقول لحضرتك واخدين حصل هو عبد الناصر ما بيحبش الحته الاعلاميه، او انما يعني احنا بنتمنى المرحله الجايه كل يا رب بالتوفيق يا استاذ طارق للنادي المصري ومجلس الاداره بقياده سمير جه حلبيه وللجهاز الفني بقياده العميد حسام حسن، واحد من افضل المدربين في تاريخ مصر مش في الدوري الممتاز بس. اشكرك يا استاذ طارق. طبعا باقي المباريات في جدول الدوري هذا الاسبوع، يوم الاربعاء بيراميدز والانتاج الحربي والمقاولون وواصل مقاصد. بيراميدز امبارح عمل مباراه طيبه، اجمل اهداف الاسبوع هدف طاهر محمد طاهر، يا ريت يكون معانا استاذ خالد، وهدف امبارح محمد مجدي قفشه. الهدفين دول انا شايف ان هم من اجمل اهداف الاسبوع في الدوري المصري. هدف محمد مجدي قفشه، اللقطه اللي بعد الجون انه ما فرحش، انه ما تنططش، انه رغم ان هو يعني جايب جون في الدقيقه 94، وبرده النادي الاهلي بيراميدز على خطى النادي الاهلي انه بيسجل في الوقت بدل الضائع، يعني في اخر دقيقه في الوقت بدل الضائع، فرقه بتلعب للاخر. الناس كتيره جدا مشغوله ببيراميدز وبتتعرض لهجوم كبير جدا. انا عاوز اقول حاجه بس، في بيراميدز دي تجربه جديده لا يملك احد كائنا من كان ان يحكم عليها بالنجاح او الفشل دلوقتي. سيب التجربه لحد الدور الاول، فرقه لسه متكونه مثلا من اكتر من 7-8 انديه، محتاجه انك انت يعني اللعيبه يحصل بينها انسجام، زي لعيبه الزمالك جايه برده من اكتر من مكان، فكره ما فيش حد عنده انسجام بقوه غير الاهلي والمصري، حتى الاسماعيلي عنده عناصر كتيره متغيره، لكن بيراميدز والزمالك محتاجين وقت للانسجام، محتاجين وقت للانصهار في بوتقه واحده عشان انك انت تقدر تدي. فرقه كسبت، انا شايف حاله غريبه جدا، ناس كثيره جدا عماله تهاجم التجربه من قبل ما تبدا. الفكره ان بيراميدز بظهوره على الساحه اضر بناديين اتنين فقط، الاهلي والزمالك. ده لو اضر ازاي؟ النهارده هو اشترى من السوق، كل سنه مش هيشتري هذا الكم من اللعيبه لان ده غلط، انت اقصاك تشتري 3 4 5 لاعبين، لكن انك انت تيجي تعمل فرقه جديده، اول حاجه نادي الاسيوطي واخد منه 7 لعيبه فاشترى مثلا بتاع 15 لعيب او 18 لعيب، ده طبيعي، لكن اللي مش طبيعي ان الزمالك يبقى بيشتري الكم ده كل سنه كل سنه. فالفكره انك انت سيب التجربه بحيث ان الناس تحكم عليها. يعني انا دكتور طه اسماعيل واحد من اساطير الكره المصريه اللي محل احترام وتقدير من الجميع، لكن انا شفت له فيديو بيحكم على التجربه بالفشل وبيسخر منها، وطلع المستشار تركي آل الشيخ رد، طب ما انت يعني ما ده الطبيعي لما تقول عليها تجربه فاشله وانا مش شايف فيها اي استثمار. معانا الفيديو جاهز يا استاذ خالد؟ جاهز الفيديو يا شباب؟ طيب، لما تقول على تجربه من بدايتها وهي لسه بتتولد انها تجربه فاشله وان ما فيش فيها اي استثمار، طب ما ده يعتبر هجوم على النادي. يعني ليه رموز نادي الاهلي العظيمه بتحكم على التجربه بالفشل من قبل ما تبدا؟ انت سيب التجربه وفكره وخلاص بقى. في بيان طلع، انا بتكلم ده لان في بعض الشخصيات بتحاول تفسد العلاقه بين النادي الاهلي العظيم بجماهيره وبادارته وبنجومه وبتاريخه وبين نادي بيراميدز الوليد الجديد القوي انت او المستشار تركي آل الشيخ. خلينا نبقى اكثر صراحه، انت النهارده في بيان طلع من النادي الاهلي وفي مبادره تمت والناس اتصالحت والعلاقه بقت تمام. في حاجات في الايام اللي جايه ممكن، في حاجات في الكواليس بيتم الترتيب ليها، في حاجات في الكواليس بيتم الترتيب ليها، مش كل حاجه بتتقال. قلت لكم قبل كده زي ما سيدنا علي قال: ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال انا اوانه، وليس كل ما انا اوانه حضر اهله. فبالتالي في امور بتترتب، في ناس زعلانه
من يعني من المستشار تركي آل الشيخ بيدعم الزمالك. طب ما هو كان بيدعمك وانت ما طلبتش منه دعم وانت واخد منه جنب. يبقى فكره البعض اللي بيهاجم التجربه بعنف وهي لسه بتتولد غلط، غلط كبير جدا. احنا محتاجين 3 4 بيراميدز كمان، يبقى عندها 3 4 فرق بهذا المستوى. مش عاوزين دوري ينتهي قبل ما يبدا او ينتهي من الدور الاول زي ما شفنا الموسم اللي فات الاهلي حسم من الدور الاول. طب نشوف فيديو الدكتور طه اسماعيل ونرجع لكم تاني اللي قاله الدكتور طه اسماعيل اللي له مني كل تقدير واحترام. طيب ماشي، احنا بنقول بيأجر ملعب، الاهلي والزمالك بيأجروا ملعب اللي بقالهم فوق ال 100 سنه. ايه المشكله انه بيأجر ملعب؟ يعني حكمنا على التجربه انها فاشله لمجرد ان هو بيأجر ملعب؟ طب ما الاهلي والزمالك بيأجروا ملعب. طب ما الاهلي والزمالك ما عندهمش استاد. هل احنا نقول نهاجمهم ونقول عليهم ما عندهمش؟ مين قال لك انه ما بياخدش ارض دلوقتي وبيعمل مدينه رياضيه رائعه وبيرتب لها مع الدوله المصريه؟ فالفكره طيب ما عنده ما عملش اكاديميات. طب الاهلي زمان في راجل محترم اسمه ياسين منصور وقعدوا مجلس اداره في بدايه هذا القرن فكر يعمل اكاديميات للنادي الاهلي في افريقيا زي ما ماجد سامي في دجله كده عامل. فكر يعمل الفكره دي، جه العباقره قال لك لا احنا نعمل النادي الاهلي في طنطا والمنصوره والزقازيق ونجيب المواهب، ومفيش لا مواهب بتيجي ولا اي حاجه واصبحت سبوبات وبس. طيب بنقول ما عملش اكاديميات وبيأجر ملعب وبيأجر ملعب الدفاع الجوي، ايه المشكله انه يأجر ملعب الدفاع الجوي؟ طب ما النادي الاهلي مأجر استاد السلام مثلا والزمالك مأجر بيتر سبورت. مين الفرق اللي عندها استادات؟ مفيش غير المصري والاتحاد السكندري هو استاد اسكندريه اللي بيلعب عليه او استاد برج العرب. ما عندناش فرق في الدوري المصري كلها عندها ملاعب بما فيها الاهلي والزمالك. الاسماعيلي عنده ملعبه. مفيش حد عنده كده. هل انا اقول انها تجربه فاشله لمجرد ان هو بيأجر استاد؟ مش منطقي. مش منطقي بالمره. اقول ما عندوش انشاءات؟ ده الراجل لسه شاري امبارح، ده اول ماتش. ده زي كده ما كتب تركي آل الشيخ عشان يغيظ يعني، فقال لك ايه؟ بيراميدز هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في تاريخ الكره المصريه. هو ما لعبش غير ماتش. فالفكره ان في هجوم على التجربه، في هجوم على التجربه. لما اجي اقول لازم تكسب البطوله، عشان تكسب البطوله لازم يبقى لك تاريخ وحكايه وروايه، مش شرط. مولود العرب كان درجه ثانيه وكسب بالكاس، وكان طالع للدوري الممتاز في مطلع الثمانينات وخد الدوري وخسر الكاس قدام النادي الاهلي، وشارك في بطوله افريقيا وخد بطوله افريقيا مرتين وقتها. جيل بقى سعيد الشيشين وعبد الرزاق وانطوان بيلي والمجموعه العظيمه دي وناصر محمد علي، مجموعه رائعه وعمل تاريخ. فالفكره مش فكره ايه يعني ايه؟ يعني انا حسيت من كلام استاذنا الفاضل المحترم الدكتور طه اسماعيل ان يعني انا مش شايف استثمار. طب يعني هو لازم يبقى مع اول يوم يبقى عنده الملعب طبعا غلط، لكن هو مع الوقت يعمل ده. طيب اللي ما عندوش ده هل احنا نهاجمه؟ لا طبعا. يعني افرض النادي الاهلي النهارده ما عندوش استاد، لكن اعظم نادي في افريقيا والوطن العربي، اجي اقول عليه انه مش نادي مثلا؟ لا طبعا ما ينفعش. اقول عليه ان انا مش شايف استثمار؟ طب ماشي. بعد كده في كلام عن الفلوس. طب يعني الناس شغله نفسها الفلوس بتيجي ازاي وبتيجي منين؟ خد الرقم ده، خد الرقم ده. رعايه نادي بيراميدز 400 مليون جنيه في الموسم. رعايه نادي بيراميدز 400 مليون جنيه في الموسم. ما تم توقيعه 400 مليون جنيه في الموسم. عندك فرقه كره بتصرف عليها. النادي الاهلي، النادي الاهلي رعايته السنويه بما فيها البث 900 مليون، 500 مليون في الاربع سنين. الرعايه الصلة واخداها 500 مليون في الاربع سنين، يعني 250000 125 مليون في الموسم. بخلاف البث التلفزيوني اللي هو 400 مليون واخداه برزنتيشن يبقى 900 مليون، بخلاف الصور عامل مليار و200 مليون. طب انت فرقه قوه لسه بتتعمل وعامله 400 مليون جنيه رعايه. فكره تجربه جديده لا نحكم عليها بالنجاح ولا نحكم عليها بالفشل، لكن نسيب التجربه ونشجعها. عندك فرقه قويه بتساهم في سخونه الدوري الممتاز مع الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري وسموحه وكل الفرق الكبيره اللي بتنافس على البطوله او بتتواجد في المربع الذهبي كل سنه. لكن طبعا الفيديو ده خلى المستشار تركي آل الشيخ هاجم الشيخ طه اسماعيل. معانا الفيديو؟
نشوف مداخلة المستشار تركي آل الشيخ. ده كان رد المستشار تركي آل الشيخ على الهجوم اللي تعرض ليه سواء من الدكتور طه اسماعيل، لانه بيجي بعد كده الدكتور طه بيقول حاجه خطيره جدا. بيقول لك ان قفشه لازم يتعلم برازيلي عشان يتعامل مع زملائه البرازيليين. طب هل كل اللعيبه المصريه لما النادي الاهلي كان جايب حد من اوروجواي ولا نادي انبي بيجيب حد من البرتغال ولا نادي الزمالك لما بيجيب حد من مش عارف مين، هل شرط ان اللعيبه تتعلم نفس اللغه ولا كره القدم هي اللغه العالميه؟ الاشاره فيها هي المفهومه. هل قفشه لازم يتعلم برازيلي هو واللعيبه عشان يتعلموا مع البرازيليين الاربعه؟ هل البرازيليين لما بيحترفوا في السعوديه كل الناس بتتعلم لغه برازيليه؟ هل احنا كمصريين اللعيبه بتاعتنا لما بتسافر اي دوله لازم تتعلم اللغه اللي راح احترف في الصين مثلا ولا راح احترف في البرتغال ولا كده؟ مع الوقت بيتعلم اللي يمشي حاله. لكن الفكره كان في تقل قوي 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 من الشيخ طه اسماعيل. انا عايز بس نشوف الحته دي وارجع اعلق على الاثنين مع بعض. اتفضل يا استاذ خالد. يعني الكلام كان فيه استخفاف قوي بالواقع اللي موجود بالنادي الوليد، فبالتالي لازم يرد المستشار تركي آل الشيخ. فرد بالشكل ده وقال جمله خطيره جدا، قال لك وانا بستثمر في اسرائيل، هل منطقي ان الدكتور طه اسماعيل العلامه في كره القدم الذي نحمل له كل تقدير واحترام يقول لك كان يعمل زي ناصر الخليفي ويعمل زي منصور بن زايد ويروح بره؟ بقى لما حد يجي يستثمر عندك ويحط فلوس عندك اقول له لا اروح بره؟ هل ده منطقي؟ هل منطقي انك انت بتطفش حد جاي بيفتح قناه الناس بتشتغل فيها، بيعمل نادي بيشغل ناس، ولسه هيعمل نادي فيه عضويات فيه اعضاء، انت يعني ليه هنا يبقى فكري لا روح اوروبا ما تجيش عندنا؟ عشان ايه؟ عشان عمل فرقه كويسه ممكن انها تبقى في المربع الذهبي؟ ما حدش قال انها تفوز بالدوري ولازم. طب نعمل له كليب هيقول لك ايه احنا جايين نخسر؟ ما لازم يرفع معنويات فرقته يقول لك جايين نكسب الدوري. فالكلام غريب جدا 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 ان في سخريه من التجربه. طب نيجي لحته ثانيه. المذيع اللي مع الدكتور طه اسماعيل هو زميلنا المحترم كريم خطاب المذيع في اون سبورت. ثم الدكتور طه في اون سبورت، ثم الكابتن محمد فضل في اون سبورت. هل منطقي ان انا اجي اقول احط الشيخ طه اسماعيل ومحمد فضل في جدول اول مباراه لبيراميدز ولا انا عاوز اولعها؟ ليه ما احطش عناصر مالهاش علاقه بالموضوع؟ لا احط عناصر شايفه ان التجربه دي ممكن انها تؤثر سلبا على النادي الاهلي، بدليل ان النادي الاهلي لم يبرم اي صفقه من العيار الثقيل في هذا الميركاتو الصيفي. لم يبرم اي صفقه من العيار الثقيل. كلها لاعبين تحت السن لانه عنده فرقه كامله، عنده فرقه كويسه، وعنده لعيبه متميزين في كل مركز، مش محتاج انه يشتري. بس في لقطه حلوه جدا. مهداء الى لجنه الكوره يعني. لما جينا نعمل القايمه ايدنا 23 وقلنا الاثنين دول هنايدهم في انتقالات يناير. لحد ما السوشيال ميديا هاج وقالوا لهم يا جماعه الخير اتحاد الكوره قرر قيد خمس لاعبين اخرين فوق ال 25 في انتقالات يناير. فراحوا ايدوا الاثنين اللي تمت قيدهم. فالفكره هل لجنه الكوره في حاله من الارتباك؟ هل الناس مش عارفه اللوائح ايه؟ انك بتقعد 23 وتقول هسيب اثنين لانتقالات يناير وما تعرفش ان في خمسه هيتقيدوا في انتقالات يناير؟ ده ايه ده؟ عمر النادي الاهلي ما كان فيه هذا الارتباك. طيب نيجي للجزئيه بتاع كابتن محمد فضل. النهارده كابتن محمد فضل واحد اقول لكم بس يعني كابتن محمد فضل مش من رموز النادي الاهلي. مش من اللعيبه مثلا اللي هي لعبت في تاريخ النادي الاهلي واحرزوا البطولات بالكوم. وهقول لكم من خلال الورق. كابتن محمد فضل جه للاهلي قادما من الصيد سنه 97. تم تصعيده للفريق الاول نوفمبر 2001 ومشي يناير 2004. انتقل من الاهلي للاتحاد السكندري ست شهور، من الاتحاد لقزمة الكويتي، من قزمة الى المصري، ثم الى الاسماعيلي ثلاث مواسم، ثم انتهى عقده مع الاسماعيلي، ثم وقع عقد جديد مع النادي الاهلي قعد فيه ثلاث سنين من 2009. ل 2012، من 2012 راح سموحه، ثم من سموحه للمقاولين، ومن المقاولين للانتاج، ثم للمقاولين العرب. النادي الاهلي حر في قراراته اللي يتخذها. لكن انت النهارده وبرضه ما يعيبش محمد فضل ان كل الناس بقت شغاله في الاعلام وشغاله في منصبين. طب ما هو كريم حسن شحاته مدير كوره وشغال اعلامي وعمال يسخر من ناس كتيره ويهاجم ناس كتير. هل ده منطقي؟ هل منطقي انك تسخر الميكروفون والكاميرا للدفاع عن ناديك؟ والهجوم على اخرين
وافتعال مشاكل لهم والسخريه منهم مش منطقي بالمره، مش منطقي بالمره. وعشان كده كانت كل الناس الاعلاميين المحترمين بيطالبوا من يعمل في مجال الاعلام لا يعمل في مجال الاداره. النهارده كابتن محمد فضل مسؤول تنفيذي، والنادي الاهلي اللي صعبها على نفسه. النادي الاهلي اللي صعبها على نفسه لما قال للمحترم كابتن عايز عبد الشافي وهو في النهار رياضه، قال له يا تسيب رزق بتاع الناشئين يا تسيب التحليل في النهار. كان رئيس النادي وقتها كابتن حسن حمدي ونائبه الاسطوره محمود الخطيب، فساب النادي الاهلي. حصل ده بقى مع كذا حد. لكن انت النهارده عاوز تخليه خليه، بس المنطقي ان انا وانا شغال في التحليل هنتقد نادي، على الاقل ابعد عن نادي بيراميدز اللي بيني وبينه حساسيات. فالجدول اللي محطوط لما انا احط فيه الشيخ طه واحط فيه محمد فضل، طب ما انا لازم اتعرض لهم بالنقد من قبل المباراه. طب ما لازم ده يستفز المستشار تركي آل الشيخ صاحب التجربه. وبعدين قال لك خليك في ناديك، ما قالكش حاجه ثانيه. ان انا بقى ابقى عامل ديل مع الصفحات الاهلاويه بسك على ده ما بيخوفش. الكلام ده ما بيخوفش. نعمل هاشتاج على ده ما بيخوفش. انت الاول او اساس بيتك، او اساس بيتك. الفكره مش انك تشتم او تجرح في حد بيختلف معاك في الراي. بنقول اهو، هل يعقل ان انا احكم على تجربه بالفشل وما انا شايف فيها اي استثمار، ويروح اوروبا ولازم يتقفش يتعلم برازيلي عشان ان انا اقول ان كلام الدكتور طه اسماعيل سليم؟ لا مش سليم. جلبه الصواب، جانبه الصواب، جانبه الصواب. طب محمد فضل الراجل قال له خليك في ناديك. طب هل منطقي ان انا اعمل في التحليل؟ غير منطقي بالمره ان انا اجمع بين الاثنين، لان ده منصب تنفيذي والنادي الاهلي دي قاعدته، مش حد تاني اللي حاططها. النادي الاهلي موافق؟ موافق، بس تتحمل تبعات ده، لانك انت ارائك الاعلاميه هتتاثر بيها النادي. اقسم بالله ان انا بحب محمد فضل بشكل غير طبيعي، وهو عارف الكلام ده، ولما زعل امبارح كتبت له الكلام ده، لحد من الناس المحترمه واللي على مستوى اخلاقي عالي. لكن انا بتكلم دلوقتي في جزئيه مهنيه، صاحب بالين كذاب. ما ينفعش ابقى انا اعلامي وبنتقد لعيب انا ممكن اشتريه، وممكن اداره النادي او لجنه الكوره تقول لي اشتريه نادي الموسم. عندي هنا تضارب مصالح. او لعيب مشي من عندي ابقى انا بقول عليه انه وحش وكذا وكذا عشان لجنه الكوره خدت قرار انها تمشيه. لازم ده هيحصل. فالاولى انا وجهه نظري ان كابتن محمد فضل يختار، الا بقى لو الكلام ده على مزاج اداره النادي الاهلي. بالمناسبه طالما بنتكلم عن اداره النادي الاهلي، خالص الدعاء للعامر فاروق بشفاء ابنه ابراهيم، ربنا يرجعه بألف مليون سلامه من العمليه اللي بيعملها في المانيا، وبسالكم الدعاء ليه ان ربنا يشفيه ويحفظه باذن الله، ويفرح قلبه بيه كده، لان هو يعني في المانيا الوزير العامر فاروق، فيا رب يشفيه ويرجعه بالسلامه باذن الله. اخر حاجه، نعم معنا مين؟ ما فيش مشكلة إن أيمن الكاشف يعتذر ويمشي طالما أنا تعرضت لأن حقه. حقه. ما عنديش مشكلة. أستاذ أيمن الكاشف بيقول إن هو اعتذر. والده تعبان ماشي، ألف سلامة برضه. ما عنديش مشكلة. ما عنديش مشكلة. أنا بقول رأيي اللي أنا مقتنع بيه واللي لا يمثل أي إحراج لأي أحد، و دايما هقول رايي اللي انا مقتنع بيه. الشيخ طه اسماعيل رمز كبير جدا 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 جدا، له منه كل تقدير واحترام، لكن جانبه الصواب. ما حدش فينا بيقول قران، واللي انا بقوله ده مش قران. اللي انا بقوله ده راي يحتمل الخطا ويحتمل الصواب، زي ما قال الامام الشافعي، رايي صواب يحتمل الخطا، وراي غيري خطا يحتمل الصواب. فاي حد حر في مواقفه، ما عندناش مشكله في ده، ما عندناش مشكلة في ده، وأي حد يقول رأيه، ولكن يبقى الاحترام لرمز وقيمة كبيرة زي الدكتور طه إسماعيل، والاحترام للدكتور للكابتن محمد فضل. معانا مين؟ أه طبعًا مهندس محمد عادل، عنده لعيب جامد جدًا مكسر الدنيا. معانا مهندس محمد عادل المشرف على الكورة في المقاولين العرب. يا باشمهندس أهلًا بحضرتك. أهلًا بيك ومبروك البرنامج الجديد. الله يبارك فيك. الله يخليك يا باشمهندس. طمنا على المقاولين العرب، عمل ماتش كويس مع الاتحاد المباراه الماضيه وتعادل 1-1. الحمد لله ان احنا وفقنا كابتن علاء نبيل، وفق في توليفه مجموعه من الناشئين على مجموعه من المتبقيه من الفريق السنه اللي فاتت، على مجموعه طلع بيها، اختارها برضه من لعيبه اجانب، بس
شايف ان احنا ان شاء الله نبتدي نبني فريق جديد قوامه معظمه هيبقى من الناشئين ان شاء الله يعني باذن الله. طيب حضرتك شفت المتفضل طاهر محمد طاهر لفت الانظار بقوه، وانا كان عندي معلومات ان الاهلي بيفاوضوا قبل بدايه الموسم، حقيقه ده ايه يا محمد بيه؟ بص طاهر محمد طاهر مش وليد الماتش بتاع امبارح طبعا، يمكن دي طاهر احنا بنعده من فتره، انا سافرت بره حتى انا سافرت سنه فرنسا لكن العرض اللي جابه ما كانش مقنع ليا فقعدته تاني وبنعده للسفر الخارج، الاهلي كان عايزه طبعا ولكن المفاوضات ما لم تنجح. ليه يا محمد بيه؟ هو طبعا يعني ما هي دي واضحه خلافات بين الشروط اللي الاهلي عايزها والشروط اللي انا عايزها. طب ايه كان طلبات نادي المقاولين العرب؟ لا طلبات نادي المقاولين العرب كثيره قوي يعني. زي؟ احنا لا بالنسبه لنا طموحنا فيه كبير لان انا طموحي فيه بره. ايوه. انا بطالب فيه 25 مليون جنيه. مش كتير. لكن السنه الجايه مش هطلب فيه يمكن اضعف هذا المبلغ ان شاء الله. ده على الاقل. ان شاء الله. لانه طب المفاوضات فشلت مع الاهلي لهذا المبلغ المالي؟ طبعا كل اي مفاوضات تنجح او بتفشل يبقى اساسها مادي يعني مش اكتر من كده، مفيش مواضيع اخرى غير كده عاده يعني. يعني هل كان في طلب نسبه مئويه من اعاده بيعه او حاجه؟ لا دي مفيش خلاف عليها يعني، دي عاده طبعا انا ما بعش مش هبيع لازم اخد نسبه من اعاده البيع، ما بيبقاش عليها خلافات دي دايما لان لا تقريبا بقت قاعده موجودة في كل التعاقدات مع اللعيبة يعني. يعني من ساعة ما عملناها مع كابتن محمد صلاح واعتقد ان الكل دلوقتي طبعا كله بيقلدها فترة بيعملها يعني فدي شيء طبيعي وده حق ليا او لغيري يعني مش ما زي ما بشوف الخير بشوف لي او زي ما بشوف الغير بشوف الخير. مين اللي كان بيتفاوض معاك يا محمد بيه لو سمحت؟ يعني ليه مش فاهم يعني هل اللي كان اللي مسؤول عن التعاقدات في النادي ده كابتن محمد فضل؟ مسؤول عن التعاقدات كابتن محمد فضل. اصل انا شايف لو كابتن محمود الخطيب كان خلص على طول لان هو يعني رؤيته الفنيه عاليه وفي نفس الوقت عارف ان اللعيب ده مستقبله كبير باذن الله. والله هو في طبعا في مدير تعاقدات في النادي الاهلي واعتقد ان هو راجل كفء جدا برضه. طبعا راجل محترم طبعا. معلش فضل بالسهل ابدا راجل محترم طبعا عينه كويسه وبيدور برضه على مصلحه نادي وانا بدور على مصلحه نادي واكيد القرار مش فردي القرار للاداره واكيد الفرق برضه لا انا قراري فردي ما انا برجع للمدير الفني وبرجع للزباله المهندس مصر هو نفس الكلام يعني أيوة. يعني ما حدش فينا بيبقى صح القرار مره واحده الواحد اكيد بيبقى فيه مشاورات يعني. طيب هل في حاجه حصلت بعد المباراه الماضيه وهدفه الجميل اللي سجله ان في اخبار كتير عنه ان المقاولون العربي يطالب طاهر بالابتعاد عن وكلاء اللاعبين؟ لا ده كلام وكلاء اللاعبين نفسهم بقى. ايوه. انما انا عموما يعني بقول لعيبه مصر كلها تمام وانا دايما بقول ان وكلاء اللاعبين هم اللي عمالين بيفسدوا دماغ اللعيبه وهم اللي يعني للاسف انا بعتبرهم او مش عايز اقول كلهم أيوة. يعني مفيش حاجه تقدر تعممها على الجميع. صحيح صحيح. انما تقدر عشان برضو نبقى منصفين لا فيهم ناس كويسه وناس محترمه انا شخصيا بتعامل معاه لكن فيهم كثيرين جدا وخصوصا ان اي حد دلوقتي للاسف بقى يتفاوض او يتكلم باسم اللاعب من غير يمكن يبقى عن تفويض اللاعب بيتكلم مع اللاعب من غير ما يكون ماسك حاجه يعني للاعب للاسف يعني كل حاجة النهارده بيتكلم لكن ما يمنعش ان في مجموعه طبعا كويسه ومحترمه تحترم كلماته وبتحافظ على اللعيب زي ما بتحافظ على النادي يعني. توقعاتك ايه لمباراه المقاولون والمقاصه محمد بيه؟ ان شاء الله اتمنى ان احنا نعمل مش كويس باذن الله واتمنى الفوز باذن الله ان شاء الله. بحكم خبرتك العريضه في الاشراف على الكوره وبحكم انك انت واحد من اكبر المهندسين في المقاولين العرب الشركه العظيمه والعملاقه اللي بنفتخر بيها على المستوى الافريقي والعربي. ايه رايك في تجربه نادي بيراميدز؟ والله انا كنت قاعد بستمع ليك من فترة دلوقتي حالا والحقيقة رأيك عجبني ومش بقولك عشان حاجة لابد أن نصبر ونتأمل أيوة. ونراقب التجربة تمام يعني أنا ليا رأي خاص إن دي تجربة وليدة ما تقدرش تحكم عليها بالنجاح أو الفشل في موسم أو اتنين تجربة بتتعمل في مصر
احنا بنطالب من زمان بنقول الاستثمار الرياضي في مصر دي احد وسائل الاستثمار، ان سواء شركة او مستثمر يشتري نادي ويبتدي ينميه اكيد تجربة لازم نتفرج عليها كويس ونستوعبها، هيبقى فيها نجاحات عشان برضو نبقى عارفين، وهيبقى فيها بعض الاخفاقات وده برضو شيء حقيقي. تمام، احنا المفروض بقى نشوف التجربة دي ونستفيد من الايجابيات اللي هتحصل ونتلاشى بقدر المستطاع السلبيات. انا من الناس المؤيدين ان الكرة لابد ان تكون تتخصخص، لازم تبقى قطاع خاص، والقانون الرياضة سمح بهذا الكلام لمجالس ادارات. خلي بالك ابو المعاطي، احنا وقعنا في خطأ كبير جدا، وانا بقوله للبرة العشرين في التلفزيون لجميع الجمعيات العمومية، ايه الخطأ اللي احنا وقعنا فيه وما زلنا مستمرين فيه سواء في الاندية او في الاتحادات؟ انا رحت مجلس الشعب وطلبت الاحتراف الادارة، لابد ان اعضاء مجالس الادارات في الاندية او في الاتحادات جزء منهم يبقى قاعد متفرغ باكثر. صحيح، لان العمل في الاندية ومسؤوليات الاندية كبيرة جدا جدا جدا، ليست مسؤولية رئيس النادي بس، ان هو يقعد يبقى متفرغ يبقى بيسيب مصالح شخصية او رئيس الاتحاد فقط، لا، لازم الناس تقعد وتتقالى اجر، واجر مجزي اكيد هنتطور. وده حصل مع حسام البدري، لكن للاسف، وانا عايز اقول الكلمه دي تاني برضه، للاسف ان اللجنه الاولمبيه اجهضت قانون الرياضه، لان هذا القانون اعطى الجمعيه العموميه هذا الحق عشان ننتقل من مرحله الشموليه بتاعه السبعينات والستينات لمرحله الاحتراف. واحد جاي منزلها في اول فقره في اللائحه الاسترشاديه، ممنوع منعا باتا على رئيس مجلس الاداره الاستاذي او الاتحاد او العضو التقاضي، خلاص رجعت تاني سنه 60 العمل التطوعي فين؟ يعني ازاي انا ابقى متطوع وزير عمل احترافي بملايين بمئات الملايين بمئات الملايين؟ ايوه طبعا، تفرغت مجالس الادارات ومش ضروري كلها زي الشركات بقى بتطار ازاي؟ جزء من اعضاء مجلس اداره متخصص ومتفرغ وبيتغاضى اكتر عشان يدور حركه الشركه، وجزء من اهل الخبره بيستدعم مجالس الادارات للتخطيط للسياسات والمحاسبات. ده اللي يوصلنا للنجاح. مجالس الادارات في الانديه وفي الاتحادات مطلوبه، وانا بقول الكلام ده لابد الجامعات العموميه ترجع تاني تصحح الاوضاع دي، صدقني هيبقى صارع الكره لما يقعد النهارده مجموعه في الاتحاد او في النادي من الاعضاء متفرغين مقابل اجر السبب، لانهم كلهم وراهم مصالح، هيجوا منين؟ ايوه، يبقى لازم يبقى في مصدر للرزق ومصدر للرزق. صحيح الصرف. صحيح، ما تسيبوش تحت اغواء شركه دعايه او شركه اعلان. صحيح، هنعمل ايه؟ يعني خلينا منطقيين، يعني انا هسيب مرتبي او اكل عيشي واقعد في النادي، لكن لو باخد اتخاذ اجر هبص لشركه الدعايه ولا هبص لشركه الاعلانات ولا هبص للمصالح هنا، لا، هتفرغ وادي علشان الاقي مردود لهذا الكلام. اتمنى ان الساده رؤساء الانديه يعيدوا النظر في الجامعات العموميه، وصدقوني كل الانديه محتاجه والاتحادات لتفرغ البعض منهم للنهوض والتخطيط والدراسه والمتابعه لمشاكل الكره المصريه. وده حصل في بيراميدز النهارده لما جابوا كابتن حسام البدري بعد خبره طويله جدا في العمل الفني ومنصب مدير الكوره، انه بقى رئيس نادي، فبقى رئيس نادي متفرغ براتب. يعني انا بحترم التجربه بتاعها دي، وانا يا جماعه تعالوا نتعلم بقى. ايوه بابا، مع كابتن حسام البدري بتاريخه بانه محتاج يدرب هنا او هنا او هنا، بالمبالغ بقى اجيبه اقول له رئيس نادي قوي، مين قال كده؟ لا، انت راجل محترم. برافو عليك، برافو عليك يا محمد بيه. وهيحقق طبعا، هيبقى مركز في شغلته، عاوز النادي يكسب على كل المستويات، فنيا وماديا وتسويقيا وكل حاجه. وده المطلوب، ده المطلوب. الله يسامحهم، الله يسامحهم اللجنه الاولمبيه واللي عملوه في الكره المصريه وفي بقيه الانديه.
انا شاكر لحضرتك جدا يا محمد بيه، وبالتوفيق لحضرتك والنادي المقاولين، ومزيد من الاصدار والتوفيق باذن الله. شاكر لحضرتك. دي جزئيه مهمه جدا وشهاده من راجل خبره عضو مجلس اداره مش في نادي المقاولين، في شركه المقاولين العرب على مدار سنوات طويله جدا، وعاشر شخصيات عظيمه جدا، والمقاولين العرب دي ولاده لتوريد افضل الشخصيات لتولي مناصب حكوميه بما فيها معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مهندس من المقاولين العرب، وقبل كده جابوا المهندس ابراهيم محلب وزير للاسكان وكان هو رئيس وزاره، وقبل كده كان المهندس صلاح حسب الله. يعني عاوز اقول دي رؤيه لحد شغال في مجال الاستثمار بصفه عامه على مدار اكتر من 35 سنه، فبالتالي يجب احترامها بكل معنى الكلمه. هاخد جزئيه كبيره مهمه جدا من محمد بيه عادل المشرف على الكره في نادي المقاولين العرب وعضو مجلس الاداره، وهي جزئيه ان الناس لازم تبقى محترفه. النهارده كابتن احمد حسن له تغريده كده او بوست يا ريت نشوفه على الشاشه يا استاذ خالد، معمول حاجه اسمها القايمه السوداء. لمين القايمه السوداء دي؟ لكابتن حسام البدري اللي ساهم في فوز النادي الاهلي ببطولات عديده لاعبا ومديرا للكره ومدربا عاما ومديرا فنيا. للكابتن هادي خشبه ابن النادي الاهلي اللي هو جاله عروض كتيره جدا في مراحل عديده وتمسك بالاستمرار في النادي الاهلي، ومحدش يعني كان دايما لاعب اساسي، وابن ما كناش نقول المهندس شريف خشبه، نقول شريف بيه خشبه. شريف بيه خشبه ده كان لقبه، وهو موجود معانا في اتحاد الكوره في اي منصب من المناصب. فبالتالي ثم الصقر احمد حسن عميد لاعبي العالم، بحطهم في قائمه سوداء لمجرد ان هم اشتغلوا في نادي بيراميدز. فرد احمد حسن قال لي بقى التغريده يا خالد موجوده؟ طب هي فين؟ ننزل بيها على الشاشه بعد اذنك. قال لك ايه بقى هو احمد حسن؟ ملخص الموضوع، الناس دي محطوطه قائمه سوداء لمجرد انها اشتغلت في نادي بيراميدز او قناه بيراميدز. قال لك طب انا بشتغل وهقبض. طب الناس اللي قبضت وما اشتغلتش نقول لهم ايه؟ نعمل لهم قائمه ايه؟ وقال لك ان انا بخافش من موضوع اللجان، اللجان الالكترونيه. يا جماعه خلي بالكم من حاجه، الجزئيه بتاعت اللجان الالكترونيه دي، اللجان الالكترونيه دي تخوف اللي على راسه بطحه. لكن حد زي حالاتي ولا زي ناس بتشتغل ناس راحه تشتغل وتعمل تجربه جديده، يجب ان جماهير النادي الاهلي العظيمه والمحترمه ان تفخر بتجربه حسام البدري وهادي خشبه واحمد حسن واحمد ايوب في نادي بيراميدز. ليه؟ لانك انت النهارده تم الاعتماد على كوادرك اللي ساهمت في انجازاتك على مدار سنوات، وانت قلت لها دلوقتي انا مش عاوزك، انا هجيب كوادر جديده. مش مطلوب من الكوادر دي انها تقعد في البيت، ولا مطلوب انها ما تشتغلش. ما لو ما اشتغلتش في بيراميدز تشتغل في بتروجيت، تشتغل في الانتاج، تشتغل في غيره. طب ما انت عندك عناصر بره ناجحه وعمرك ما بتجيبها، زي كابتن مختار مثلا، ما فكرتش فيه ولا مره انه مدير فني. خلاص يا استاذ خالد. فبالتالي فكره القوايم وما الى ذلك دي تخوف اللي هو بيعمل حاجه غلط، لكن اللي بيشتغل ما عملش حاجه غلط. وزي ما قال الكابتن احمد حسن، احنا بنشتغل عشان نقبض، في غيرنا قبض وما اشتغلش. نقطة ومن أول السطر، وهروح لموضوع مهم جدا. يعني بصوا، كل الناس عارفة إن أنا ما بخافش غير من اللي خالقني، كل الناس عارفة إن أنا رأيي حر ومن دماغي. قبل كده بسنين أنا وكان معايا زميلي الأستاذ محمد مهدي مدير تحرير البرنامج، من خلال جريدة نجم الجماهير الجورنال البسيط الصغير اللي بيطلع كل أسبوع، عملنا قضية الكابتن حسن حمدي. لكن رفعنا إيدينا بمجرد مسؤول الكابتن حسن حمدي في اسم السيده زينب. خلاص نتمنى ان ربنا يعفى عنه، وما نتمناش ان اللي احنا قلناه ده يطلع صح. وجريت القضيه والحكايه والروايه وما اعرفش خلصت ولا ما خلصتش. لكن اللي انا بتكلم فيه انك انت دورك كاعلامي انك تقول ما انت مقتنع به. مش دورك انك تطبل لحد. طيب لو انتوا شايفين الناس اللي اشتغلت في بيراميدز القناه والنادي بيطبلوا تركي آل الشيخ، طب الناس اللي شغاله في قناه النادي الاهلي ومجله النادي الاهلي والمنظومه الاعلاميه في النادي الاهلي والمنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك ومجله الزمالك وموقع الزمالك، كل الناس بتطبل؟ طب الناس اللي شغاله في الاسماعيلي وفي الاتحاد وفي انبي وفي كل، هل الناس راح تطبل؟ طب لو هم بيطبلوا معقوله يعني كل حد بيشتغل في مكان يبقى بيطبل؟ يبقى بيطبل؟ تجربة بيراميدز مزعلة البعض ليه؟
ميمو تركي الشيخ اللي كان رئيس شرفي للنادي الاهلي وتنازع الرئاسه الشرفيه ولم يتم اثبات ذلك في محضر مجلس الاداره وما زال رئيسا شرفيا في قرارات مجلس الاداره عشان بس الناس كلها تبقى عارفه واللي عنده غير كده يطلع القرار. والعلاقه طيبه الان بينه وبين اداره النادي الاهلي وحصل بيان محترم جدا 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 جدا. لا يجب ان يتدخل الصغار لافساد العلاقه. لا يجب ان يتدخل الصغار لافساد العلاقه. ويجب ان يلعب الكبار والقمم الكبيره دورا مهما في كلمه الحق. يعني الزعل من 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 استاذنا العظيم دكتور طه اسماعيل انه حكم على التجربه بالفشل بدري. ده يدل على حته اهلي زياده وان الراجل ده دعم الزمالك وليه ما كانش عندنا. دي مشكله بقى الحكايه والروايه، ده موضوع تاني. لكن ننتقل من النادي الاهلي الى نادي الزمالك، القلعه البيضاء اللي النهارده عامله شغل كويس جدا جدا جدا. مين؟ ايه؟ طب قبل ما ننتقل للزمالك عندنا خبر زعلني انا شخصيا. ان الحكم واحد من افضل مساعدين الحكام او حكم مساعد كابتن ايمن دجيش اعتزل التحكيم، يا ترى ليه؟ ايه الحكايه؟ يا كابتن ايمن. معاطي. عامل ايه يا كابتن؟ السلام عليكم، تحياتي لحضرتك ولكل الاسره في البرنامج حبيبي، ربنا يخليك. الف مبروك لحضرتك زفاف كريمتك الفاضله. ربنا يخليك يا رب. وربنا يسعدها يا رب. ربنا يسعدكم جميعا يا رب. الله ايه يا كابتن اعتزلت التحكيم ليه؟ والله انا ما اعتزلتش، انا اتقال لي من نهايه لعبت نهائي كاس مصر. واتقال لي ان انت كنت هتبقى موجود، فضلت الامور ماشيه كده. انا اقول لك هنعمل من معكرات ما تتابعونيش، اتكلم معاهم قولوا لي انا مش فارق، انا حكمت 25 سنه. ومستوى الفني بتاع كل الناس والجماهير وكل هم اللي اتكلموا انا مش هتكلم. وانت معانا، وفضلوا يمطلوا في الموضوع، قولوا لي يا جماعه بس المفروض يعني ادبيا حتى تقولوا لي انتوا مش عايزيني او موجود او مش موجود. ولكن انا اعتمدت ان طبقا للوائح اللي السن مفتوح، وكان في ناس في كاس العالم اكبر من السن، وكان في مساعد مع الكابتن جهاد جريش عشيق رضوان. للاسف سابوني لغايه اضطريت ان انا قبل بدايه الدوري ان انا اعلن الكلام ده، ما كنتش مشغول بفرح بنتي. ما عرفتش اوضح الامور. بصراحه يعني شيء غريب اللي بيحصل ده يا استاذ معاطي. انا الحمد لله خدت التاجيل من حضرتك ومن الاعلاميين المحترمين. لا الاعلاميين كلهم بيحترموك يا كابتن، مش انا والجماهير الحمد لله. وما خدتوش من بيتي، وانا بقول ان الحمد لله ما تعودتش غير على الصراحه ومش هقول الا الصراحه. وكابتن عصام انا يعني دخل مداخله سمعته بيقول ان هو ساعدني. عايز اقول له كابتن عصام انت ساعدتني في ايه؟ يعني ساعدتني ان انا النهارده كنت بتلعبني نهائي كاس مصر، كنت رايح بعكازين بلعب بيهم، ولا كنت بتعمل لي اختبار الورنه لمعاذ الساعه 4 الفجر؟ الحمد لله كل لا اقف عند الاختبار ده، مين اللي بيتعمل له 4 الفجر؟ لا ما هو النهارده بتقول ساعدني، انا ردي النهارده اقول ايه يا استاذ معاطي؟ انت ساعدتني. ايوه ما انت لما تقول 4 الفجر يبقى في حكام بتعمل لهم ورنه 4 الفجر. لا ما انا بتكلم عن نفسي، انا ما بتكلمش، انا بتكلم عن نفسي يا استاذ معاطي. أيوة. هو النهارده انت النهارده بتقول ساعدني، انا بقول لك يا استاذ معاطي بسال حضرتك سؤال. اتفضل. مين اللي ساعد مين؟ انا بسالك بما يرضي الله، مين اللي ساعد مين؟ الحكام المتميزين ساعدوا في نجاح لجنه الحكام. مظبوط حضرتك وغيرك. مظبوط كده. والكابتن عصام نجح في إدارة الحكام الموسم الماضي بعد ما كان فيها مشاكل كبيرة جدا واسترد كثيرا من هيبة الحكام. تمام، حق ربنا. مش مشكلة، أنا ما هو ما عنديش مشكلة، أنا بتكلم على لكن أنت حكم دولي كبير يجب الاستفادة منك. لا ومش يجب الاستفادة منك، يجب إن النهاردة لما أجي أقعد معاك ومرة واثنين وبتاع، وفي حاجة أنت عايز تعملها أو ليك 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 حاجة شخصية عندك عايز تعملها أو ليك قرار عندك من ادبيا بعد اللي انا عديته ده كله، ان انت تقعد معايا تقول لي الموضوع هيمشي كده ولا كلامي غلط يا استاذ المعاصي؟ طبعا لازم اجيبك واقعد معاك لازم تبقى مرضي نفسيا. للاسف النهارده هو طلع بيقول في اللي بيقول شهاب الرياضي بيقول انا ما بيقولش الكلام. طب ما تيجي تقول لي انا بيتك وقعدت معاك، ما تقول لي انا الكلام ده. قال ايه؟ جيبوا لنا كابتن عصام يا جماعه لو موجود. اتفضل يا كابتن. بس قال ايه يا كابتن؟ ما قلتناش. ايوه يا كابتن. قال ايه في الشباب والرياضه حاجه بتقول؟ قال ان خلاص وبندي فرصه بقى للناس ثانيه وبتاع وايمن وعدى واحنا ساعدناه قبل كده وخد 30 وانا النهارده لما كملت لما السن اتفتح. دي تبقى بالنسبه لي غلط يعني ولا حاجه كويسه بالنسبه لي؟ لا لو السن اتفتح لما السن اتفتح وانا جيت اختبار لما السنه اللي فاتت بالاتفاق خرجت من القائمه الدوليه ولعبت محلي باختبار دولي. يبقى انا النهارده انا في غلط عندي؟ لا. بس ده اللي بتكلم فيه يا استاذ معاطي. يعني ما حصلش معاك قعده يا كابتن تقديرا لمكانتك و لا ما حصلش يا كابتن، واستاذنك انا ما بفضلش اعمل يعني انا هذا.
طيب مش معانا كابتن عصام والله مش معانا يعني بعترف لا مش معانا والله مش معانا مش معانا لان الامور يعني كده مش هينفع واخد بالك فانا بس هو ده اللي حصل يا استاذ معاطي يا رب بالتوفيق ليك يا كابتن ايمن وانت قيمه كبيره جدا لها كل الاحترام وكل التقدير يا رب ان شاء الله شكل لحضرتك كابتن ايمن دجيش الحكم المساعد المشهود له بالكفاءة والتميز على المستوى المحلي والدولي السن اتفتح كان من حقه ان هو يكمل ما حدش قعد معاه ما حدش جابه قال له الحكاية ولا ايه الموضوع طيب ننتقل الى حدث مهم جدا 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 حصل خلال الساعات الماضية انا لن اتعرض لما قاله مرتضى منصور من هجوم على النيابة العامة ونيابة الاموال العامة في إذاعة الشباب والرياضة مع الأستاذ كريم حسن شحاتة مدير الكورة في نادي نجوم المستقبل اللي برضو شغال في الإعلام واللي هو هتلاقيه في وقت بيهاجم الحكام أو غيرهم بحكم إن هو مصلحة فرقته ومقتنع بفرقته فلازم يعمل كده زي ما خالد لطيف أو سيف زاهر أو أي عضو مجلس إدارة في اتحاد الكورة دافع عن اتحاد الكورة في برامجه خلال الفترة ما بعد كاس العالم ده الطبيعي لكن الاساس ان انا افصل لكن خالد لطيف تحديدا دي شغلته يعني ده تعيينه في التلفزيون لكن الناس اللي مش دي شغلتها مفترض تختار حاجة من الاتنين طيب النهاردة مرتضى منصور طلع طبعا فرح بالفوز الكبير لكنه فتح هجوم رهيب جدا 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 على النيابة العامة طيب يعني ايه الاول اقول ليه ايه الهجوم اللي على النيابة العامة يعني هو ليه هاجم النيابة العامة ونيابة الاموال العامة والنائب العام يعني 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 معالي النائب العام ده حاجة كبيرة جدا هو يمثل ضمير الامة هو النيابة العامة فبالتالي انا ما اقولوش انت عملت ده ليه انا ما ينفعش اقول له انت حبست فلان ليه ما ينفعش اقول له انت بتحقق مع الراجل ليه وعنده كليته تعبانة وعنده مغص وعنده كلاوي او ولا حبسته ليه ولا ينفع احرض اللجنة النقابية انها تعمل وقفات واحتجاجات لدرجة ان الراجل بتاع اللجنة النقابية كتب على صفحته ان هو مش هيعمل ده يا جماعة خليكم معايا في البوستات اللي انا بتكلم فيها وقتلنا الاستاذ عمر هريدي الراجل بتاع اللجنة النقابية قال لك انا ماليش علاقة انا بحترم النيابة العامة وما بنعملش لا اضراب ولا حاجة لما انا اجي اقول مع كريم شحاتة ان انا هعمل اضراب واعتصام وحكاية ورواية لمجرد قرارات لنيابة الأموال العامة بحبس الأستاذ محمد أبو طالب 15 يوم خد 4 يوم الأربع وخد 15 النهاردة ليه؟ الناس بتحقق في تهم تغيير العملة من السوق السوداء اتجار في عملة مش احنا اللي بنقول ده النيابة اللي بتقول فبالتالي أنا ما ينفعش أهاجمها أبدا في الإذاعة ولا ينفع أقول إن أنا واخد 50 نائب ورايح بكرة لوزير العدل عشان اعمل واسوي ده لا ما ينفعش حضرتك عضو مجلس نواب تمثل ضمير الامه في مجلس النواب اعلى هيئه تشريعيه في البلد انك اهو الاستاذ عمر هريدي ليه عمر هريدي لان عمر هريدي هو محامي الاثنين المحبوسين عماد طه وكيل المديريه واحمد زكي مدير الشؤون القانونيه وعندهم بكره النظر في تجديد الحبس من عدمه كتب النيابة العامة تحدد يوم الأربعاء القادم جلسة لسماع أقوال عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ماشي في بوستات تاني أهو استدعاء كل من عبد الكريم عبد الفتاح عبد الكريم و أقرأ من عندي لأنه مش شايف من بعيد وخير السيد مصطفى وطارق كامل محمدين وأحمد عيسى لجلسة تحقيق نقلب وآخرين وفي أعضاء مجلس إدارة والنهارده راح الاستاذ محمد بدر المدير المالي ادلى باقواله ومشي. النيابه العامه قررت النيابه العامه قررت اخلاء سبيله بدوام محل الاقامه على ذمه القضيه. قال لك النيابه تصدر قرارا بحبس رئيس خزينه الزمالك 4 ايام ده كان يوم الاربعاء اللي فات لكن النهارده كان 15 خد تجديد 15 يوم. ليه الموضوع؟ ايه الحكايه؟ ايه الروايه؟ ده الموضوع اللي فيه اتنين في مصر بس اللي كانوا بيتكلموا فيه. العبد لله ابو المعطي زكي وعبد الناصر زيدان. النيابه العامه تحدد جلسه الاحد لسماع اقوال عضو مجلس اداره نادي الزمالك في تغيير العمله خارج السوق المصرفيه، انت في هيئه عامه مش في شركتك الخاصه عشان تروح تغير عمله من السوق السوداء وتاخد قرارات مجلس اداره بتغيير عمله من السوق السوداء. خلاص يا استاذ خالد. نجيب عمر هريدي يقول لنا ايه التفاصيل. ماشي. النهارده ده اللي ناشر ده
الاستاذ عمر هريدي محامي عماد طه، واحمد زكي المحبوسين خدوا 15 في 15 في 15 و45 في 45 في شهر. احنا بنتابع الموضوع خبري، لما الناس تتحبس خلاص يعني بل الامر للراي العام كله دلوقتي ان في موضوع، ان في مخالفات، ان النيابه بتحقق، ان النيابه بتحبس. الناس بقى تطلع في الاخر يدوا لها نشان وتماثيل مالناش علاقه، يحبسوهم ما نتمنى لهمش الشر، لكن في الاخر نحن لم نكن ابدا ضد نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك، نحن ضد الخطأ في اجراءات اتخذها مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، سواء في فتح حسابات خاصة او في تغيير العملة او في بيقولوا ان فيها ادوات استثنائية برضو النيابة رصد فيها مخالفات، هنشوف ده في الايام اللي جاي. طب خدوا المفاجأة ان هناك لجنة في نادي الزمالك تحقق في مخالفات بقى لها 15 سنة، يعني مع ان الاستاذ مرتضى منصور قال ان انا عندي مخالفات لمجلس الاداره الفلاني والعلاني بيجيبه من 15 سنه. اي حد يتحاسب، ما عندناش مشكله، اي حد اخطا يتحاسب، ما فيش حد فوق القانون زي ما قال سياده الريس. الفيديو ده موجود يا خالد؟ طب ما تنزل بيه. رئيس الجمهوريه المشير عبد الفتاح السيسي قال لك لا احد فوق القانون، فبالتالي اللي احنا بنطالب بيه القانون، ويجب ان يتحلى عضو مجلس النواب مرتضى منصور بالاحتكام الى القانون مش لحاجه ثانيه. يا ريت. ماشي يا ريس. فالنهارده انا الناس دي خدت 15 يوم، النهارده محمد عبد المطلب اتجدد له 15 يوم، وتم اخلاء سبيل محمد بدر من سرايا نيابه الاموال العامه. بالمناسبه بقى محمد بدر عمل حاجه، قال مش عاوز محامين معايا من نادي الزمالك وفقا للمجريات الاحداث. دخل هو بقى محامي خاص، ايه اللي حصل، ايه اللي جرى، ايه الحكايه، ايه الروايه، الله اعلم، لكنه خد اخلاء سبيل. في ثلاثه مطلوبين تاني، وفي بكره التجديد للاثنين المحبوسين عماد طه واحمد زكي. طب ايه تهمتهم؟ تربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام، دي التهمه اللي بتقولها النيابه. طب عمر هريدي قال لك ايه؟ قال لك فين الغير؟ فالنيابه بتجيب الغير وبتحقق معاهم. بالمناسبة النهاردة برضو في خبر انتشر عن هروب هاني زادة خارج مصر، الخبر ده غير صحيح، غير صحيح. الراجل لو سافر سويسرا وفق معلوماتي فهو مسافر عشان أزمة الإكسس من دوم، وعشان تهديد الزمالك بخصم 6 نقاط، لكن تذكرته بيقولوا نار 17 الشهر ده. لكن في الآخر أي حد هيخضع للمساءلة، ولا نتمنى الشر لأحد، لان احنا كده كناس تبعت القضيه النيابه بتحقق، يطلعوا براءه نفرح، يطلعوا مدانين ما نفرحش، لان احنا ما بنتمناش الشر لحد، ما بنتمناش الشر لحد ايا كان مين الحد، لكن نتمنى احترام القانون، والا يكون احد فوق القانون، وان يسود القانون على الجميع زي ما قالوا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده، وإنما أهلك من قبلكم إذا كان سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فإحنا ترم القانون وبنقول إن كل الناس تحت سيادة القانون، لكن أبدا 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 أنا مش هزيل الفيديو اللي قاله مرتضى مع كريم شحاتة في الإذاعة، لأنه بيتعرض للنيابة بما لا يليق. وأنا النيابة أنا حتى يعني دخلت أقول يعني إيه النيابة العامة؟ ماشي، يعني ايه نيابه الاموال العامه؟ دي هقف بس عند جمله واحده هقولها لكم، لان في الاخر يعني ايه ما ينفعش ان الامور تروح لهذا المستوى. ان النيابه العامه اختصاصاتها تحريك الدعوه الجنائيه والبدء في اجراءات ويتم ذلك عندما تعلم النيابه بوقوع الجريمه، اللي هو البلاغ اللي اتقدم من الاستاذ ممدوح عباس. الاصل ان النيابه العامه تحتكر سلطه تحريك الدعوه الجنائيه. إذا كانت النيابة العامة بحسب الأصل هي صاحبة الحق في تحريك الدعوة الجنائية فإنها غير ملزمة بتحريك الدعوة تجاه كل جريمة تصل إلى علمها، بل تقوم بتحريك الدعوة الجنائية إذا أرتأت أنه من الملائم أن تتولى ذلك بنفسه. والنيابة العامة هي من ينوب عن المجتمع في تطبيق قانون العقوبات. النيابة العامة هي من ينوب عن المجتمع في تطبيق قانون العقوبات، فبالتالي أبدا 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 ما ينفعش إن أنا أطلع في الإذاعة وتساءل هما بيعملوا معانا كده ليه وبيحبسوا ليه وبيسووا ليه. دي النيابه
نيابة الأموال العامة، ودي النيابة العامة، وده معالي النائب العام، دول يمثلوا ضمير الأمة، يمثلوا ضمير الأمة، بيحققوا في قضية خلاص، إما يقفلوها ويطلعوا ناس إفراج خلاص، تعظيم سلام ليكم. ونحن برضو وإحنا بنتكلم لسنا ضد أحد، إحنا بنقول شاورنا على غلط، وإن في حسابات سرية تمت، وإن في إتجار في العملة تم، فبنقول خدوا بالكم من الحاجات دي. النيابة بتاخد إجراءاتها تعظيم سلام، تديهم براءة تعظيم سلام، تحيلهم للمحاكمة تعظيم سلام برضو، لكن في الآخر لا أحد فوق القانون. تفضل أستاذ خالد. ده كلام سيادة الرئيس، تأكيد على سيادة القانون، ونحن نثق في وجود دولة القانون، ونثق أنه لا أحد فوق القانون. للنيابة العامة ولمعالي النائب العام كل الاحترام والتقدير، ولأي حد محض متهم له كل الاحترام والتقدير. لا يمكن أبدا أن نسبق أحكام النيابة العامة أو قراراتها أو أحكام القضاء. عاوز أقف عند حاجة مهمة جدا، اللي هي خفير أجيري وتعاقد منتخب مصر معاه. الفكرة أنك أنت رحت لحد ممكن يبقى كويس وزي الفل، بس عنده حدة تلعب في المباريات والموضوع خلصان، فبالتالي عندي معلومة مهمة. من يكون مدرب العام مع خفير أجيري؟ اتحاد الكورة اتكلم مع كابتن نادي الزمالك ونجم منتخب مصر العالمي كابتن احمد حسام ميتو. مسألة هي فكرة ان الناس يعني هتجيب جايبة جهاز فني هتديله رقم سنوي، لما بتيجي تجيب المصري بتتكلم في رواتب ضعيفة جدا، بتخلي النجوم ان هو يقف الراتب عقبة امام التواجد. احمد حسام ميدو معروض عليه راتب ما، وقالوا له تسيب التحليل التلفزيون. خلي بالك بقى هنا من الفرق بين حد عنده فكرة احترافي وحد يعمل 7 شغلانات في نفس الوقت وما عندوش مشكلة. قالوا له رقم، قال لهم انا مش موافق على الرقم، لان لو انا سبت التحليل انا مبقاش عندي دخل، لكن انا هبقى مدرب عام متفرغ. خلي بالكم مدرب عام متطوع، لا اعمل في التحليل وقت عمل المعسكرات او المنتخب، وهدي اتحاد الكورة 10% من راتبي. مش عاوز مرتب من اتحاد الكورة، مش عاوز مرتب من اتحاد الكورة، ودي اتحاد الكورة 10% من قيمة عقدي. لكن اتحاد الكورة اشترط عليه انه يسيب العمل بره، وراتب مصري متواضع لما تترجمه بالدولار او تترجمه باي مبلغ، فبالتالي الراتب بيقف في هذا الامر، فضلا عن الرجل يعشق التحليل الفني للمباريات، والامر غير مغري بالنسبة له رغم استعداده للعمل متطوعا، للعمل متطوعا. لكن في ناس بتروح تعمل وتعمل برضه في التحليل التلفزيوني وبتعمل 100 شغلانة في نفس الوقت، لكن لانه حد اتربى من الصغر في الملاعب الاوروبية فاتكلم بصراحة وبوضوح، ما فيهاش بقى فتح دماغك ولا مش عارف يعمل ايه ولا سوي ايه، راح جيت ذا بوينت، راح للنقطة ان انا ممكن اعمل كذا واسوي كذا. لكن حتى الان ما عادش معاه من سنه بريده، لكن بعض اعضاء مجلس الاداره. فاصل ونتواصل مع الكابتن عصام مرعي والكابتن